حضرتك. متابعي ومشاهدي قناة شوتي، أسعد الله يومكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من داخل القاعة التي تحتضن الدورة الثامنة العادية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية. قبل قليل يعني قبل دقائق من الآن كان هنالك بعض الرفاق السابقين أو أعضاء حزب التقدم والاشتراكي الذين تم طردهم، قاموا بوقفة احتجاجية أمام القاعة التي تحتضن أشغال الدورة العادية. ولتقديم بعض التوضيحات حول أسباب طرد هؤلاء أعضاء السابقون بحزب التقدم والاشتراكية وكذا ظروف ملابسات قضية، نستضيف عزوز مهاجي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية للحديث حول الموضوع. أستاذ عزيز مرحبا بك على الهواء مباشرة. شكرا ومرحبا. أستاذ عزيز، لعلك تابعت يعني مثل الجميع الوقفة أو الاحتجاج الذي كان أمام القاعة التي تحتضن الدورة العادية للجنة الدورة العادية للجنة المركزية، ما هو تعليقكم حول الموضوع؟ أولا يتعين الإشارة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية هو حزب ديال الحقوق، وبالتالي فإن طرق التعبير مقفولة لجميع الناس في إطار القانون. هذا من ناحية مبدئية. أنتم الآن تتابعون معنا يعني الاجتماع الجاري بشكل سليم وبشكل طبيعي وبحضور الجميع، اجتماع ديال الدورة الثامنة ديال اللجنة المركزية ديال حزب التقدم والاشتراكية، وتلاحظون بأن الأمين العام يقدم في أجواء يعني رفاقية عادية التقرير باسم المكتب السياسي والذي ستتلوه مناقشة وتصويت. فيما يتعلق بما ذكرتم، الأمر يتعلق للتدقيق، الأمر يتعلق ببعض الرفاق المنتسبين إلى الحزب سابقا اللي تم اتخاذ قرارات تأديبية في حقه، ويتعين التدقيق كذلك إلى أن الأمر يتعلق ببضعة أشخاص اللي أولا البعض ديالهم ما بقاتش عنده علاقة بالحزب منذ سنوات، والبعض الآخر ليس عضوا في اللجنة المركزية وخا يكون عضو في الحزب ماشي عضو اللجنة المركزية. هذا اجتماع ديال الدورة الثامنة للجنة المركزية، يعني كيحضروا أعضاء اللجنة المركزية. أعود بالنسبة للقرارات التهذيبية التي اتخذها حزب التقدم والاشتراكية في حق هؤلاء المنتسبين سابقا للحزب، الأمر يتعلق بممارسة ديمقراطية قانونية في إطار القانون الأساسي. لا يعقل أن مؤسسة حزبية أو غير حزبية اللي كتشتغل وفق القانون وعندها ضوابط وعندها مبادئ وعندها قيم وعندها أخلاقيات وعندها قانون أساسي أنها تدير هذا الشيء غير في الرفوف. طبعا صدر من هؤلاء المنتسبين السابقين لحزب التقدم والاشتراكية إساءات وسب وقذف على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، واعتبر ذلك أن حزب التقدم والاشتراكية والمكتب السياسي واللجنة المراقبة السياسية والتحكيم اعتبرنا بأن هذا الشيء هذا فيه إساءة للحزب ويتعين تأديب، يعني إجراء مسطرة التأديب، واتخذت المسطرة ديال التأديب يعني جميع المراحل ديالها، وأصدرت الأجهزة المعنية قرارا بإبعاد بضعة أشخاص المعنيين بهذا الأمر. وعلى المستوى الشكلي، على مستوى المضمون، الأمر يتعلق بما سمي بوثيقة. الوثيقة معروف أنه في الأدبية للأحزاب السياسية أنه إذا كان هناك بعض الأشخاص اللي كينتموا للحزب السياسي أنهم كيجيبوا وثيقة أو فكرة أو رأي إلى غير ذلك إلى المؤسسة الحزبية إلى الأجهزة الرسمية. الأمر الآن أن هذا ما سمي بوثيقة، واللي هي زعما مع كل التقدير والاحترام يعني ما فيها شي أفكار سياسية أو إلى غير ذلك، يعني تقدمت يعني في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وبقات كدور يعني لمدة أيام وأسابيع، ومن بعد عاد قال لك أودي أجي نطرحوها في المؤسسة الحزبية. واعتبرنا في المؤسسة الحزبية بأن هذا الأمر هذا يعني هو عمل جزئي وهو عمل غير لائق بالقيام ديال حزب التقدم والاشتراكية، ودايرين قوانين باش نطبقوها وتم القرار الإبعاد. ولكن أؤكد مرة أخرى أن الأمر يتعلق ببضعة منتسبين إلى الحزب، ولكن حزب التقدم والاشتراكية ها هو أمامكم، ها أنتم كتصوروه، هو الاجتماع اللجنة المركزية، هو الحيوية، هو الفريق البرلماني، هو الفروع ديال الحزب، هم أعضاء اللجنة المركزية إلى غير ذلك، مع الاحترام للجميع. أستاذ عزيز شكرا جزيلا لك. شكرا.